هذا السؤال سألنا 100 زوج وزوجة. السؤال بثمن احتمالات، ويقول السؤال ما هي المشاكل الأكثر شيوعا في سنوات الزواج الأولى؟ هاي شنو هاي؟ يلا 600. ما هي المشاكل الأكثر شيوعا في سنوات الزواج الأولى؟ يعني نقول سنوات، يعني نقول 3 سنوات، 4 5، مو من أول سنة، ما نقول السنة الأولى، في سنوات الزواج الأولى. دائما أهلك وأهلي، يعني تدخلات الأهل، التدخلات ما بين أهلي وأهلي. أها، الاحتمال الثاني، عندك احتمال ممكن تعرفي شنو هو؟ الغيرة. خلينا نشوف الغيرة. صح، موجودة لكنها سادس احتمال. إذن أنت من حقك تأخذين السؤال أو إلهم. لا نأخذه. يلا تفضلي ستمعة ويلا. واي المقصوص يقص قص يا يا با يا يا با. واي مقصيص أعرف أدري. أخي محمد. تمام. عدم التفاهم بين الطرفين زوج وزوجة. خلا شوف، عدم التفاهم، ما متفاهمين، عدم التفاهم. خطأ أول. هارانيا. هلو شو إيه ضحكي وجهك حلو بشوش. شكرا. لا تخافين. لا أبدا. يلا أعتقد يكون آخر شيء، يعني لاحظنا بآخر سنوات. لا نعم أعرف. ما هي المشاكل الأكثر شيوعا في سنوات الزواج الأولى؟ أول طفل يكون سبب اهتمام الأم الزائد بأول طفل. يعني الاهتمام بالطفل؟ نعم. خلينا نشوف. الاهتمام بالطفل.